السادة والسيدات، السلام عليكم ورحمة الله. عرض أحداث اليوم من تلفزيون السودان، معكم فيه منتصر الأمين. من دفع الله، وهذه هي أبرز عناوينه. لدى استقباله نائب رئيس مجلس السيادة الرئيس الموزمبيقي يعلن رفض بلاده التدخلات الأجنبية في الشأن السوداني. بعد توقف دام لأكثر من عام، مستشفى الدايات يعود لتقديم خدماته للمواطنين بأم درمان. ولنهر النيل يودع قافلة الشباب المتجهة إلى منطقة الشجرة العسكرية. تدشين خدمة الجواز الإلكتروني بمحلية النهود. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. استقبل رئيس جمهورية موزمبيق فيليبي نيوسي بالعاصمة ماباتو نائب رئيس مجلس السيادة السيد مالك عقار إير والوفد المرافق له. ونقل نائب رئيس مجلس السيادة تحايا رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان لرئيس جمهورية موزمبيق، معربا عن أمله في تعزيز التعاون المشترك بين البلدين. وبحث اللقاء تطورات الأوضاع في السودان والأزمة الراهنة وتأثيرها على المحيط الإقليمي والدولي. وقدم عقار تنويرا حول الأوضاع في السودان وتداعيات الحرب وحرص الحكومة على إحلال السلام ووقف معاناة الشعب السوداني. وقدم عقار تقريرا مفصلا حول موقف المنابر الدولية والإقليمية حول الأزمة السودانية، معربا عن تطلع الحكومة السودانية لاستمرار موزمبيق في دعم موقف السودان في المحافل الدولية. من جانبه أكد رئيس جمهورية موزمبيق حرص بلاده على إحلال السلام في السودان
دعمه لمساعي الحكومة السودانية في الحوار من أجل السلام، فيما أكد وكيل وزارة الخارجية المكلف السفير حسين الأمين أن نائب رئيس مجلس السيادة أكد خلال اللقاء حرص الحكومة السودانية على مخرجات منبر جدة باعتباره نقطة الانطلاق لأي خطوة جديدة في الحوار الأمريكي الجاري، مشيرا إلى أن الرئيس فيليبي أمن على ضرورة أن يكون الحوار سودانيا منطقة. وقف وزير الطاقة والنفط محي الدين نعيم برفقة والي البحر الأحمر لواء ركن معاش مصطفى محمد نور ومدير عام شركة كهرباء السودان مهندس مستشار عبد الله أحمد، وقفوا على الأعمال شركة كهرباء السودان مهندس مستشار عبد الله أحمد وقفوا على الأعمال الجارية بمحطة بور سودان التحويلية للكهرباء لإدخال المحول دائرة العمل. أشاد الوزير بمجهودات حكومة الولاية وأهالي محلية سواكن. من جانبه أكد مدير عام شركة كهرباء السودان أن العمل يمضي بصورة طيبة وستشهد مدينة بور سودان استقرارا في التيار الكهربائي، مشيرا لإدخال محول آخر لمنظومة العمل في المحطة التحويلية بور سودان. ووقفنا على اللمسات الأخيرة لتشغيل المحول سواكن تمام، فنحن حنتابع اجراءات تصنيعه و نركبه محل المحول السابق، ونحن حنواصل بهذا الشكل في متابعة و جودة الخدمة، وبعد كده حنلتفت للشبكة الداخلية، أي عيوب داخلية نحن حنحاول
خبرتهن خدمة للمستشفى لسنوات طويلة. جاء الافتتاح وسط حضور مميز يتقدمهم أهل الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة ومدير عام وزارة الصحة دكتور محمود القائم والمدير التنفيذي لمحلية أم درمان الهادي عبد السيد ورئيس وأعضاء اللجنة العليا للاستنفار وتنظيم المقاومة الشعبية ولجنة الإسناد المدني ورئيس وأعضاء لجنة الطوارئ الصحية ولفيف من العاملين في قطاع الصحة بالولايات. وأهل الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة حيا جميع العاملين بوزارة الصحة الذين كانوا حضورا في أول يوم للحرب وظلوا يعملون تحت ظروف غاية في التعقيد، كما حيا إصرار كوادر مستشفى الدايات على تشغيله جزئيا بتوظيف ما تبقى من الأجهزة. أشهد هذا التشغيل الجزئي لمستشفى الولادة أم درمان، هذا المستشفى العريق، هذا المستشفى الاسم الرقم في خارطة المؤسسات العلاجية في السودان. المدير التنفيذي لمحلية أم درمان قال إن عودة الدايات يمثل عودة العافية لأم درمان التي أرهقتها الحرب ومزقت أوصالها، معربا عن سعادته باستعادة أكبر رمز لأم درمان الذي ظل يخدم كل السودان. رمز اتصفت به أم درمان مستشفى الدايات كأكبر مستشفى في السودان والأكثر تخصصية اللي تخرج من عنابرو خيرة أبناء السودان، والمستشفى كان يعني يخدم كل المناطق. مدير مستشفى لعطائه السابق حينما قام ببناء مجمع الجراحات الدقيقة. وأضاف الوالي أن المستشفى تعرض للنهب الذي طال أفضل الأجهزة والمعدات، وهذا يتطلب مساهمة الجميع يخدم كل أم درمان والولايات المجاورة. عبد العزيز سليمان، عبد الرحمن حسن، الخرطوم. نبقى في ملف أخبار أم درمان، حيث وقف والي الخرطوم المكلف أحمد عثمان حمزة على الحراك الخيري التكافلي بين الأجهزة الرسمية والخيرين لتوفير الطعام للمواطنين المقيمين والقادمين من الولايات الأخرى. تشهد ولاية الخرطوم حراكا خيريا وتكافليا بجهد مشترك بين
الأجهزة الرسمية والخيرين لتوفير الطعام للمواطنين المقيمين والقادمين. من فوائد الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة يرافقه مدير عام وزارة التربية الاجتماعية صديق فريني ومدير هيئة التأمين الصحي عبد الرحيم عوض علي على عدد من التكايا بمنطقة المنارة. بكث المشهورة بأم درمان وتكية المركز الاجتماعي. والي الخرطوم أشاد بالخيرين الذين ابتدروا التكايا وهي رسالة للمخذلين الذين يراهنون على تجويع الشعب السوداني الذي يرفض الخنوع للمستكبرين الذين يمدون الميليشيا بالسلاح ويشجعونها على تهجير المواطنين من مناطق الإنتاج وقصف المواطنين العزل. نحن نشجع مثل هذه الأعمال ونشجع مثل هؤلاء الرجال وناتين في مواقعهم لا للإعلام ولا لأكثر ما يدور ولكن لتقديم الشكر لهم. مدير عام وزارة التنمية الاجتماعية صديق فريني قال مدير عام وزارة التنمية الاجتماعية صديق فريني قال الخير موجود وسط المواطنين تأتي لتأكيد الصمود لأهل المنارة في وجه العدوان الغاشم. ودي واحدة من التكايا المميزة جدا، تكايا بتحكي عن واحدة من أعرق الأسر الموجودة عندهم بيقدموا خدمة ما يعني مكررة في التكايا الأخرى. رئيس لجنة الخدمات المنارة قال إن المنارة أصبحت مأوى لكل القادمين من الولايات موت في سبيل الله. أما المنارة أوت من الفتحاب، شاهد الله، من الفتحاب ومن باند ومن الكلاكلات. الآن الولاية مستضيفة وقاعدة في حضن ولاية النيل الأبيض. الاجتماع خرجنا أنك يكون في تنسيق كامل وتام في محور الإنسان لتسيير غافلة دعم للمجهود الحربي، ونتمنى من كل الشباب أن ينخرطوا في العمل الوطني والعمل الشبابي.
امتدح والي شمال كردفان عبد الخالق عبد اللطيف ودعت الله دور الأئمة والدعاة ورجال الدين في المساهمة في إرساء قيم التسامح والتعايش السلمي وكذلك التبصير بقضايا الأمة عبر المنابر المختلفة. جاء ذلك خلال لقائه الأئمة والدعاة والمرشدات ورجال الدين المسلمين. في إطار تدشين القافلة الدعوية لإدارة الشؤون الدينية بولاية شمال كردفان لإسناد العملية التعليمية. التقى والي شمال كردفان عبد الخالق عبد اللطيف ضحت الله الأئمة والدعاة والمرشدات ورجال الدين المسيحي لحث المجتمع على ضرورة تضافر الجهود للدفع بالعملية التعليمية بالولاية إلى الأمام. هذه المنابر بالتأكيد لها أثرها الإيجابي في دعم العملية التعليمية، يعني يقودنا إلى أن نتحرك من منطقة إلى منطقة أخرى نحو الأمام. الآن مما بدأنا ونحن يعني التنسيق بين الوزارة ووحدات الحكم الولائي والمحلي والوحدات الاتحادية بالولاية وتحسين إدارة الموارد المالية وضبط وترشيد الإنفاق. نركز في الأداء فيها مع وجود الموارد اللازمة لها، باعتبار أن احنا قاعدين في رقعة جغرافية واحدة هي يعني تحتم علينا أن نكون في وضع تنسيقي ممتاز لبلوغ الأهداف بالنسبة لهذه الموازنة. تحقيق يعني هدفين رئيسيين. الهدف الأول تقوية التنسيق بين وزارة المالية ووحدات الولاية المختلفة على مستوى الوزارات على مستوى المحليات وبين الوحدات الاتحادية العاملة معنا في هذه الولاية، وذلك في مجال إدارة المال العام. طالبت مكونات المجتمع المدني الدارفوري مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية بممارسة الضغط اللازم على ميليشيا الدجل الإرهابية
لوقف ما ترتكبه من جرائم وقصف متعمد على الأحياء السكنية والمرافق الحيوية وانتهاك القانون الدولي الإنساني. وناشدت المنظمات الضمير العالمي الإنساني بالالتفاف والالتفات إلى الوضع الإنساني الذي تعاني منه مدن دارفور والمحاصرة ومنع القوافل الإنسانية والتجارية. مطالبين بضمان تقديم مرتكبي الجرائم إلى العدالة وحماية حقوق المدنيين في دارفور، معربة عن بالغ قلق إذا انتهاكات الميليشيا الإرهابية للقانون الدولي الإنساني واستهداف المرافق الحيوية وتدمير المستشفيات والمراكز الصحية ودور العبادة والأسواق. جملة 314,446 دي الآن الأطفال المحتاجين إلى التغذية العلاجية الموجودة حاليا. وهذا الحصار لمدينة الفاشر أحدث فروقات كبيرة جدا وعرض حياة المواطن لمخاطر كبيرة. لذلك نقول أن هذه المخاطر الخاصة بالحصار أحدث شاب كبير جدا في المجتمع. تعرف والي شمال دارواري الخريف بالولاية لمقابلة تحديات طوارئ فصل الخريف، جاء ذلك لدى لقاء أعضاء اللجنتين، وأعلن الوالي التزامه بتوفير كل الإمكانات التي تمكن اللجنة من تنفيذ برامجها الخاصة بمحاربة نواقل الأمراض وإصحاح ردم البرك وتصريف المياه للتقليل من الآثار السالبة لهطول الأمطار. نورناه المجريات التي يعني وكان هنالك زيارات ميدانية، هذه الزيارات يعني كل بالنجاح خاصة في معسكرات المعسكري زمزم ومعسكر بشوك مرحلي في مكافحة الناقد وخاصة في الطور اليرقي. ده طبعا فيما يلي العمل للمرحلة الوقائية وطوالي ندخل في المرحلة
أهلا بكم ثانية. دشنا أمين عام حكومة ولاية غرب كردفان صبري يوسف جبارة ومدير شرطة الجواز الإلكتروني بمحلية النهود. شرطة ولاية غرب كردفان خدمة الجواز الإلكتروني بمباني إدارة الجوازات بالنهود وسط حضور الرسمي جبارة والمدير التنفيذي في محلية النهود موسى علي إبراهيم وقائد لواء 18 مشاة العميد ركن المقيرة مبارك والعميد شرطة المعز عبد القادر علي فضل ولفيف من قيادات الخدمة المدنية والإدارات الأهلية. وقال عميد شرطة المعز عبد القادر علي مدير شرطة ولاية غربي كردفان المكلف إن خدمة الجواز الإلكتروني تعزز محور الأمن القومي من حيث ضبط الوجود الأجنبي في البلاد وإثبات الهوية. يمكن هذه الخدمة بتصب في وعدنا أهلنا هنا في هذه المحلية بتقديم خدمة البطاقة الشخصية، وإن شاء الله في جانب بتاع المرور عندنا هتفتح نافذة هنا ويطلع رخصة عادي بدون أي مشاكل. إلى ذلك فقد عدد مدير شرطة إدارة الجوازات والهجرة بالنهود الرائد شرطة أحمد إسماعيل يعقوب عدد مزايا الجواز الإلكتروني والخطوات التي يمكن أن يتبعها طالب الخدمة. هذا الجواز يخدم أغراض
والصحة كما وجه سعادة السيد المدير التنفيذي. الاهتمام بملف النازحين والصحة كما وجه سعادة السيد المدير التنفيذي الاهتمام بملف النازحين والصحة كما وجه سعادة السيد المدير التنفيذي الاهتمام بملف النازحين وكذلك بملف الطوارئ. كذلك وجه سعادة السيد المدير التنفيذي بالاهتمام بتنظيم السوق. وجعل مدينة النهود مدينة حضارية. السوق وجعل مدينة النهود مدينة حضارية. الأستاذ صديق عبد الرحمن مدير سوق صادرات مواشي النهود أشاد بزيارة المدير التنفيذي وإدارات المحلية المتخصصة لسوق المواشي، مؤكدا أن سوق المواشي يعتبر الداعم الأول للإيرادات بالمحلية. من خلال الاجتماع وجه الأخ المدير التنفيذي بتفعيل الإدارات والإداريات في المحلية في خلال هذه الظروف التي تمر بها محلية النهود، ووجه أيضا بتفعيل الإيرادات داخل الإدارات. ونحن نشكره على زيارته لنا في سوق صادر مواشي النهود ووقوفه مع برامج وأنشطة السوق في سوق صادر مواشي النهود ووقوفه مع برامج وأنشطة السوق. ومن خلال الاجتماع إن شاء الله نحن قدم له تقرير متكامل ومفصل عن سوق صادر مواشي مدينة النهود. الحاج أبو عاغلة لتلفزيون السودان النهود. تفقد المدير العام لقوات الشرطة الفريق أول شرطة حقوقي خالد حسام محي الدين المراكز الصحية الجديدة التابعة لإدارة الخدمات الصحية في بور السودان بحضور عدد من القيادات الشرطية. نائب مدير عام قوات الشرطة المفتش العام الفريق شرطة محمد إبراهيم عوض الله ورئيس هيئة الشؤون المالية الفريق شرطة عبد المعين محمد عبد الغيوم والفريق شرطة طبيب أميرة عباس محمد فضل ورئيس هيئة التوجيه والخدمات اللواء شرطة الطاهر علي محمد البلولة. وقالت مدير الإدارة العامة للخدمات الصحية الفريق شرطة طبيب أميرة إن الزيارة تأتي في وقت تتعاظم فيه الجهود وإسهامات إدارتها بمختلف الولايات، مؤكدة حرص رئاسة الشرطة على تجويد العمل وترقية الأداء في المجال الصحي والعلاجي. زيارة تفقدية لصروح صحية برئاسة السيد المدير العام والنائب وقسم المشروعات، إحداهم مركز صحي يقدم الخدمات الصحية الأولية والعيادات المحولة، والحمد لله هنالك مركز صحي ولديه قابلية أن يصبح مستشفى ريفي ببعض التعديلات. ولقد
قام السيد المدير العام بنفسه على الصيانات التي تجرى. الحمد لله ضمننا أن يكون في خدمات متكاملة. المكلف اللواء ركن معاش المكلف اللواء ركن معاش السابق محمد الأزرق. التعبير قد يختلف، يمكن الجهاد بالنفس ويمكن الجهاد بالمال ويمكن الجهاد المعنوي والدعم المعنوي بمثل هذه المواقف، الفرق الفلكلورية التي تعمل على رفع الروح المعنوية وعلى شحذ الهمم ودفع الناس. للجهاد ودفع الناس من خلال هذه الفعاليات الكبيرة التي تقيمها. الرقص والأغنية. الفعاليات الشعبية عبرت عن الثراء الثقافي لولاية كسالى وأكدت أن الفنون والموسيقى والآداب لها دور بارز في الإلهام والإبداع وتعضيد التماسك المجتمعي، وهذا ما أشارت إليه الأستاذة أميرة حسين موسى مدير قطاع التوجيه. هؤلاء الحضور من فرق الفن الشعبية يمثلون أهل ولاية كسلة بمختلف قبائل المختلفة، وهم يمثلون لوحة إبداعية في أبهى صورة للتعايش السلمي، فهؤلاء لا
هم أهل كسلا وجميع متواجدون الآن ليقولوا لك بأن نحن لا هم أهل كسلا وجميع متواجدون الآن ليقولوا لك بأن نحن بقوة وبصلابة نقف مع قوات شعبنا المسلحة. الأزياء الملونة والآلات الموسيقية والإكسسوارات جميعها تبرهن على أن السودان ليس قطرا بل هو قارة تتجسد في وطن، والجميع في خندق واحد مع القوات المسلحة دفاعا عن الوطن وحرماته، وهذا ما أكده وزير التربية والتوجيه ماهر الحسين. حقيقة نحن سعداء بأن نكون دعما للقوات المسلحة، ليس دعما فقط بل نحن جزءا من القوات المسلحة، وكل الحضور الموجود أمامك السيد الوالي جاهز للقتال في الصفوف الأمامية مع القوات المسلحة. ممثل الصحفيين الوافدين إلى ولاية كسلا زاهر منصور أكد أن هذه التظاهرة الثقافية تؤكد على دور المرتجع للصحفي والإعلاميين والمثقفين في تحريك الحس الوطني وإثارة الحافز المعنوي للجندي المقاتل في ساحة المعركة. هذه المبادرة للسلم الاجتماعي، هذه المبادرة لدعم قواتنا المسلحة، هذه المبادرة لدعم الإنتاج والإنتاجية، هذه المبادرة لنقول لهذه الميليشيا جزئي ايضا حوالي أربع مدارس تضررت جزئي أيضا حوالي أربع مدارس تضررت وكذلك مراكز شباب. يمكن حقيقة نحن بنحتفل نشكر الإخوة في ديوان الزكاة معنا في أنه نخفف على مواطننا في وحدة الحفير لهذا الضرر الكبير. حكومة الولاية الشمالية ثمنت الأدوار الكبيرة للجمعيات والمنظمات الطوعية في الحد من آثار مؤكدة الاهتمام بإنسان الولاية والوقوف إلى جانبه حتى تنجلي هذه الكارثة التي تأثرت بها مناطق كثيرة في الولاية. كسر كبير والأكثر
اهتمامنا بمواطن الولاية الشمالية على وجه العموم ومواطن الحفير على وجه الخصوص. نقدر نقول لكم ان احنا بإذن الله سبحانه وتعالى ساعين قيمة. لكن هناك سعي كبير جدا جدا انه نوفر قيم كافية بإذن الله سبحانه وتعالى حتى الأسر المتضررة وال120 أسرة اللي عندها انهيار كامل هدها من قبل. تتطلب تضافر جهود الجميع لتجنب الآثار البيئية والصحية وما قدمته منظمات المجتمع المدني للمتأثرين تساهم في التخفيف من وطن أشاد والي البحر الأحمر اللواء ركن معاش مصطفى محمد نور بالأدوار الطليعية لمعاش الخدمة المدنية وإسهامهم في عجلة البناء والإعمار بالولاية. محمود علي البشير الذي أوضح أن اللجنة كفد من خلال اجتماعاتها على معالجة استحقاقات المعاشين. حقيقة قامت اللجنة بعقد 3 اجتماعات دورية مع الإخوة في إدارة المعاشات وتم التوصل على تسديد استحقاقات المعاشين باتفاق بين ولاة ولاية السودان 18 بأنه نسبة 17% تتم بين وزارة المالية الاتحادية والصندوق القومي للمعاشات و ظروف استحقاقات المعاشين التي تتمثل في نسبة 17%. نبقى في ولاية البحر الأحمر حيث دشن والي البحر الأحمر المكلف اللواء ركن معاش مصطفى محمد نور الجرارات والمعدات الزراعية واستعرض الوالي جهود حكومة الولاية في مشروعات إصحاح البيئة مشيدا بإسهامات جيادة صناعية في مشروعات حكومة الولاية. من جانبه كشف ممثل في مجال الصناعات المتعددة من خلال استغلال الطاقات الإضافية إسهامات في مشروعات إصحاح البيئة بالولاية. احنا حقيقة يعني في الولاية علينا على أنفسنا كحكومة ولاية إنه إن شاء الله ستكون بورسعيد ترجع لسيرتها الأولى من حيث النظافة. لذلك تم تصنيع هذه الحاويات في مصنع جياد وإن شاء الله من اليوم يعني حتتوزع الحاويات دي في داخل مدينة بورسعيد لجمع النفايات وإخراجها خارج المدينة. ونحن يعني ندشن بعض المنتجات الإضافية لمجموعة الجياد استغلالا للطاقات الإضافية وهي منتجات إضافية تعمل
في الأحياء الداخلية وتتدرج إلى ضواغط النفايات الكبيرة. أكثر وإلى المحارق أو يعني كل الآليات دي منظومة عددها 200 حاوية وقد تزيد إلى 250 حاوية مستقبلا. هذه الحاويات من شأنها أن تعد تحسن كثيرا من عملية الجمع النفايات في المدينة، واللي هي فعلا بيكون تأثيرها كبير جدا على المدينة وعلى النظافة. راح حيكون المرحلة الجاية اللي هي أو المرحلة المتقدمة هذه المرحلة بتاعة النقل والناغلات، وبعدها المرحلة بتاعة المرحلة اللي هي مرحلة المكبات. نهاية عرض أحداث اليوم، وهذا هو تذكير بأهم المحطات التي توقفنا عندها. لدى استقباله نائب رئيس مجلس السيادة، الرئيس الموزمبيقي يعلن رفض بلاده التدخلات الأجنبية في الشأن السوداني. بعد توقف دام لأكثر من عام، مستشفى الدايات يعود لتقديم خدماته لمواطني أم درمان. والي نهر النيل يودع قافلة شاشين وخدمة الجواز الإلكتروني بمحلية النهور. وفريق العمل في أمان الله.